عشان تصوير شيء ولا؟ يا خي احنا ملينا من كل هالشغلات هيدي، يعني ما بنعرف شو القصه شو المصالح شو في. شوي بهدى الضرب شوي بيطلع الضرب. احنا يعني عندنا اطفال عندنا صغار بدنا يعني شوف هاي السهل تفرج عليها. ما في محل، ما في دكان، ما في شيء. الناس قاعده ببيوتها، خبز ما عاد فيه، مسكروا السهل، الطريق مسكر من هون مسكر من هون مسكر من هون. شو بنعمل احنا محاصرين؟ واحنا بريت الحواجز بريت المخيم، شو قلنا بدعوة بكل هالقصه. نحن من أول الأحداث لحديت الآن صار فاق العدد عن 2000 شخص، يعني بين شخص عم بيجي وشخص عم بروح. وبدورنا نحن عم نحاول نقدم يعني المساعدات لهم عن طريق الجمعيات أو عن طريق فاعلين الخير وبجهود الشباب طبعا كلجان مساجد، كلجنة مسجد المصلي حصرا. عم نحاول كمان نظهر من هذا المكان اللي هو طبعا منه ملاذ آمن، عم نحاول نكون يعني هذا المركز يعني ك مكان يجي الناس وبنفس اليوم يكونوا عم يظهروا على مكان آخر آمن يكون. وصلنا منذ بدء الاشتباكات 58 حالة إصابة، معظمها من حالات متوسطة وخفيفة، بعض الحالات الحرجة التي أجري لها بعض العمليات الجراحية. طبعا عدد الإصابات يزداد خلال أثناء حدث الاشتباكات أو خفتها. داخل المستشفى الحمد لله الأجواء طبيعية، مع أنه تعرضنا في فترة من الفترات لقذائف صاروخية وأصيب بعض الأشخاص بالقرب من المستشفى. ما خلص بقى اسمك